اليوم لو تحل مشكله اسكانيه ما حيطالب زياده. صح. اليوم لو تحل مشكله اسكانيه ما حيطلع بالشارع. اليوم تكلم مشكله اسكانيه ما عندك خلق بالمجتمع. لو تحل مشكله اسلاميه حتى ما تشوف الطلاق، ما تشوف الزواج، الناس يتزوجون مو متزوج 400 350 غير كويتيه. نعم. يعني حلها تحل معظم مشاكل الكويتيه. خلاص مفتاح سحري. زين خليني على الواقع، هذه المشكله خلها ولا تبخس الناس واشيائهم السابق والحالي. هذه هذا الملف لما نيت الحكومه اللي هو في عهد الاخ الوزير ياسر ابو حسن ياسر أبول، كان في عندها رصيد 110 ألف طلب إسكاني. نعم. وكان عندها طلب سنوي متزايد مو 8000 تحت 9000 هذا الطلب الإسكاني. 8000 وكسر. ووصل الانتظار إلى 17 سنة. زين يعني الواحد ولده بعد سنة قبل نزوج من 18 زين ظل يقعد في بيت أهله ولا بيت أبوه قاعد بعد يبي لك اسر المطابقين حتى تكفيهم. زين اذا في مشكله موجوده. المشكله الرئيسيه كانت موجوده في الكهرباء بالبنيه التحتيه. زين خلينا اوصل لك على حل. فلذلك دشوا في الزور الشماليه ودخلنا في صراع شمال يمين ومشت الان وماشيه بدربها 1500 ميجا وات و 600 ميجا وات. احنا محتاجين الطاقه الكهربائيه الموجوده حتى تستطيع ان تبني المدن، لا تستطيع تبني. هذا جانب. أنا أتفق وياك بأن حالة البيروقراطية الكويتية حالة فريدة وحطها بالجينيس ريكورد. الكويت شاطرة بالأمور هذه. كلامك المقترح تفضلت فيه مقترح حقيقي يا أخي. أنا أمسك هيئة الاستثمار اللي قاعد تستثمر برا، تعالي فلوسكم مليارات، تعال سووا حق شعبكم وخذوا فلوس مقابله. صح. قاعد مو ببلاش. ما تقول لي انا ما استثمر داخل الكويت، لا استثمر ويب الشركات العالميه. نعم. وخلي التاجر هم يستفيد بس شنو؟ اكو رقابه. الكل يستفيد والكل يستفيد اكو رقابه. هذه الرقابه قالوا اراضي ما قصر وزير النفط، ما قصر وزير الدفاع، ما قصر الجهات الاخرى مال الزراعه والاخوان كلهم عطوا الاراضي. زين خلاص بالاراضي المال موجود. زين اليوم انا اقول لك اياها بطريقه او باخرى، نظره الاخوان في وزاره الاسكان وفي الحكومه متوجهه الى ان يكون هنالك في نوع من الاطمئنان للشعب الكويتي. ترى لكم اراضي لكن انا ما اقدر اسوي البنيه التحتيه. ليش؟ قال الكهرباء. طيب كلامك في محله. نجح يوم الايام الديوان الاميري في حل مشاكل معينه. انا اقول يا هيئه الاستثمار، انا ما اخلق من هنا اقول لك يا هيئه الاستثمار اللي رايحين بعد كم يوم حق مكتبهم في لندن على قضايا ثانيه، اقول يجيبوا فلوسكم حطوها للكويت. ايش حاجه تدخلون في البورصات اللي تخسرون فيها؟ ايش حاجه تدخلون في استثمر في الكويت. انا اضمن لك ان فلوس الدوله اللي مخصص لها 12 مليار دينار كويتي حق الاسكان اخذها انت. اخذها انت يا مسر. اتفق وياك ان لا يمكن بالعجاله تسوي هذا الامر لان اساس منظومه السكن غير متوفره. اخذ الحلول اللي قدمناها. حلو. طبعا احنا نقول المواطن الكويتي على الاقل حصل الارض. وين الحين طلعت مشاكل الاراضي اللي فيها مثلا قالوا ان بعض الاراضي فيها تلوث كيماوي نووي ما ايش كان فيها والله الامور. فيبدو ان هنالك في بعد اخذ وعطى فيها. شوف قبل بالكويت خلينا نسميه ايام الستينات والسبعينات الحكومه كانت توزع بيوت يسمونه بيت البلديه. ايه. بيت شنو؟ بيت البلديه. صح. مناطقها انطر دورك لما يجي دورك. قدمت مشروع متكامل. قلت حق الكويت يا حكومه، رحت مع وزير الاسكان السابق مع وزير الدوله مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامه بحضور 25 نائب في ما قصر الاخ فيصل كندري في بالربيع قعدنا قاعده كذي مع النواب وطرحت الفكره وخذت تأييد. تطبيقها كنا حط عصا في الدولاب. الفكره كالتالي يا جماعه الخير، المواطن يدفع 400 و500 و600 و700 حق أجارة والحكومة تعطي 150 ألف 150 دينار شهريا حق بدل الأجارة. 2 مليون 200 مليون 230 مليون دينار كويتي سنويا الحكومة تدفع بدل الأجار. خلصنا؟ قلت لهم أنا أضربهم بخمسة مليار دينار. يا أخي يا دولة يا حكومة
في المناطق اللي فيها كهرباء اللي قلنا سبب مشكلتنا، المناطق اللي فيها بنية تحتية حضرية نسميها، بخيطان، بفحيحيل، بصليبيخات، بالمناطق بالسالمية، وايد مناطق أهدف إلى 10,000 وحدة سكنية، 30,000 وحدة سكنية، وصار له شقة 10 سنين يبا تقعد فيها لا زيادة أجار، لا الكويتي يدفع لك 150 مالتك وتصير أصول للدولة. طبقوا، عط مواصفاتك لأي عمارة، عطني المواصفات والمواطن إذا يبغي أنا يبي يشتري بهالشقة بالعمارة بهالشقة نعطيك بها. أنا هذا المشروع اللي قدمته مع الإخوان الزملاء اللي شاركوني فيه، كنا نرمي إن نخفف من كاهل المواطن اللي ما يبقى من عاشه شيء، وولده يكبر ما يقدر يسوي له ولا شيء، حتى سيارة بيأجر له بالأقساط بيأخذ له، وحتى إذا الدراسة خارجية من جيبه هم ما يقدر إذا ما حصل له. إذن أنا بحل مشكلة موجودة، قلت له ما تنحل هذه المشكلة إلا بقرار، هذا القرار مفقود، قرار يبقى أنا ما داش بالحوسة. التجار شوي وقفونا مثل ما تفضلت، اتفاق مباشر مع الشركات. نعم. يقول لي أحد، تقول لي أحد الشركات المهم، بس أقول اسمه بس ما خلي المشروع حتى لا ندخل في التسميات، شركة هونداي عالمية. سألت قلت يا أخي هذا المشروع سويتونه في الكويت أغلى من اللي سويتوه في هونغ كونغ بحالي 35%، كان يقول لي بتفق وياي مباشر أوفر لك 35 مليون، 35%، خلصت من خلص الوكيل. زين الوكيل، إذا خلال سنتين شركات صينية تقول أنا ما منك شيء، أحوط ويب ربعي وأسوي لك وأسلم لك، حتى كهرباء ما منك، أنا أرتب أموري. يا حكومة يا أصحاب القرار، وكلامي موجه حق وزير الأسكان، كلام موجه حق رئيس الحكومة والأخوان المعنيين، دشوا في هالشيء هذا، والله الشعب يعني يذكر لكم بالخير هالشيء هذا. أنا شنو معطلكم ما أعرف، شنو مسوي لكم ما أعرف. القضية الإسكانية أوجهها لسمو رئيس مجلس الوزراء ولكل ولوزير ياسر أبون، حل القضية الإسكانية، ومثل ما قلت لن يطالب الشعب دينار واحد زاد. والله ما يطالبون، أنا بوفر على الحكومة يبوا فلوسكم وراحت برا، صارت لكم أملاك، أصول أصول صارت لكم. طرحتوا الأفكار على رئيس موجودة على ياسر. أنا للأسف يعني أنا ما أدري، اللجنة الإسكانية رفضت المشروع للأسف. ليش؟ بس راح يجي المجلس وكيف، هذا رأيهم عندهم أيا كان التوجه. أنا قاعد أتكلم حل، لا يمكن أن تجيب 12 مليار دينار بالوضع اللي احنا ماشيين فيه، لا يمكن حل القضية. يعني هذا عتبي على الإخوان، بعد تصويت نحترم التصويت الموجود. أنا بختصر القضية الإسكانية بالتالي، أنك تجيب يعني مرة واحدة تحط الكرانات تشتغل في الكويت وخلال 5 سنوات تجيب لك 100,000 وحدة سكنية، مستحيل. اليوم سعر النفط قاعد ينزل، لا يمكن الدولة توزع المبالغ كلها على مكان واحد، صحيح أنه مهم ولكن راح تاخذ وقت. إذا شلون تعالج المشكلة الثانية؟ غلاء الأجارات والمواطن عنده شيء؟ لا مسوي شيء، لازم نسوي شيء. إذا ما يكون هذا الشيء موجود، أنا أقول ترى السخط موجود من الشارع، المواطن ما يجمع شيء، جامعي متزوج معاشه ما يتعدى 1000 دينار، هذا جامعي 500 دينار أقل زين، خدامة وما أعرف إيش وأقساط سيارة، والله ما يقدر يوفر. الناس يقول يسافرون، قلت تعال يسافرون، الله معطيهم الخير يسافرون، لكن أغلبهم الناس ما يقدرون، ما يقدرون يا جماعة. إذا سافر 100,000 مقابل 1,100,000 قاعد بالكويت، إحنا والله إيش أقول لك، إحنا صراحة عندنا إذا سافروا البحرين أو ردوا الإمارات، والله شو يسوي العيال تقولوا له والله خلنا نشوف نفسنا وين موجودين. والله يا أخوي أنا أقول الله معطي الخير للكويت، تحتاج إلى هذا القرار، والله سوف يشهد التاريخ إن حل القضية الإسكانية بتحليلها. أول شيء تخفيف الأجارات، التوجه مثل ما تفضلت إلى العقود المباشرة دون التأخير إلى مناقصات، لن يحلها إلا مثل هالقضايا هذه. الخروج على أحمد، أنت حطيت صبحك على الجرح، ذوي مني أي وزير إسكاني لا يصلح المشكلة الإسكانية بهذا الوضع، ما يستطيع، ما تنحل. لو عنده اللي عنده ما يقدر، ما يقدر، لأن هذه مقومات الموجودة، يجتهد الريال يجتهد ذاك ما يقدر، هذا واقع. فلذلك المشكلة أكبر من الرغبات والأماني.